بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوننا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. يا رب اهدنا لما اختلف به من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنك عفو كريم تحب العفو والعفو عنا. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا بذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، وكفة سيد المرسلين، اشرح صدورنا وصدورهم، واختم بالصالحات اعمالنا واعمالهم يا رب العالمين. وشرفنا حبيبك المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نتوجه اليك بنبينا نبي الرحمه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. يا سيدي يا محمد يا رسول الله، انا توجهنا بك الى ربنا ليغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويلهمنا رشدنا ويسر القران على السنتنا وفي قلوبنا، ويجعله يا رب العالمين سببا لدخولنا الجنه، ومحمسا لنا في قبورنا، وان ييسره علينا حفظا وتلاوه وفهما ومعنا وتبليغا وعملا، الى ان نلقى الله ونحن على اكمل حال من ذلك. اللهم شفعنا في انفسنا وشفع حبيبنا فينا صلى الله عليه واله وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، نكمل قراءه وشرح كتاب بهجة النفوس وتحديها بمعرفه ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهايه ببدء الخير والغايه، للامام الحافظ المحدث الورع ابي محمد عبد الله بن ابي جمره الازدي الاندلسي المتوفى سنه 99 و600 من الهجره النبويه الشريفه. وكنا بدانا منذ يومين او ثلاثه بالحديث 47، حديث رؤيه المولى عز وجل المروي في صحيح البخاري باسناده عن ابي هريره رضي الله عنه، وخص فيه كلام النبي حيث يصل المحشر وما يحدث فيه الى ان يخرج من النار اخر رجل، وكيف ان بينه وبين ربه حوار، ثم بعد ذلك يدخله الجنه برحمته سبحانه وتعالى. يقول في الوجه الخامس قوله عليه الصلاه والسلام: يحشر الناس يوم القيامه، اي تجمع، كما قال عز وجل: وارسل في المدائن حاشرين، اي من يجمع الناس، فالحشر هو الجمع يعني، اي من يجمع الناس، وفيه من الفقه الايمان بالبعث بعد الموت، وبكل ما ورد من الاخبار في ذلك اليوم العظيم. بعض الفلاسفه اللي امنوا بالبعث قالوا انه روحاني فكفروا، قالوا في بعث بس روحاني وليس جسماني، فما زالوا كفار، لازم تؤمن ان البعث روحاني جسماني، لان بعض مؤمني الفلاسفه اللي بيدعوا الايمان قالوا ان البعث، نؤمن بان هناك بعث ولكن روحاني وليس جسماني، ونؤمن ايضا ان هناك عذاب ونعيم في الاخره، ولكن عذاب روحاني ونعيم روحاني وليس جسماني، وهذا يخالف عقيده المسلمين. نحذركم من مثل هذه الافكار الغريبه اللي احيانا بتاتي على السنه بعض المفكرين، مش عايزين نقول اسماء لانهم ماتوا، كلكم عارفينهم، مش هقول لكم اسم، وميت قريبا، كان يقول
ويجيبوا المذيعة في التلفزيون يقول لها الملائكة دي هي نوازع الخير في النفس، مفيش حاجة اسمها ملائكة. والشياطين دي نوازع الشر في النفس، مفيش حاجة اسمها شياطين. وبعدين والعذاب والنعيم ده حاجات روحانية كلها، جسد ده أصلا بيزول. والمذيعة بقى مبسوطة قبل ما تستضيفه كانت مؤمنة، ولما انبسطت من الكلام بقت كافرة. فدي مصيبة، مصيبة. يعني الكلام اللي بقوله لكم ده لسه لحد دلوقتي بيلوكوا بعض الألسنة، بعض الكتاب بيكتبوه حديثا. فربنا ينجيكم. عايزين نعرف اسمه. ها؟ نصر أبو زيد. عرفته بقى نصر أبو زيد. ونصر أبو زيد ده يمثل مدرسة كبيرة في مصر. ليس هو اسم فقط، في مدرسة كبيرة في مصر تفكر بنفس هذا الأسلوب، ويسموا نفسهم مدرسة الحداثة، والمدرسة التفكيكية، والمدرسة التركيبية، والمدرسة التكوينية، والمدرسة مش عارف ايه. كل شوية قاعدين يطلعوا لك أسماء غريبة ما أنزل الله بها من سلطان. عايزين يفككوا حتى القرآن وتفهموا لفظ لفظ، مفيش أسماء جمل. لأن ربنا بيكلمنا بالكلمة، وبعدين كمان تفهم اللفظ على حسب حالتك النفسية كمان. فالقرآن ليس له تفسير واحد. ده تفسير كده، فهم كده يا سيدي عالم خونطة. وهذه المدرسة لها مؤلفات كثيرة وموجودة ومطبوعة طبعات فاخرة، وموجودة في مكتبة مدبولي ومكتبة مش عارف مين ومكتبة مين ومكتبة مين، وليهم أنصارهم من الإعلاميين ومن الصحفيين اللي هم بيقولوا عليهم مبدعين ومفكرين. احذرهم. نخلينا بقى يا مولانا هنا عشان عندنا صلاة يا مولانا. معلش بعد رمضان نقعد مع بعض، اخد اجازة واقعد معاك يومين. من يجمع الناس وفيه من الفقه الإيمان بالبعث بعد الموت وبكل ما ورد من الأخبار في ذلك اليوم العظيم والتصديق بذلك أنه حق كما أخبر عليه السلام، ولا يتعرض أيضا إلى الكيفية في كل ما جاء من أمر الساعة، فإنه أمر لا تسعه العقول. لكن تسلم بالأخبار اللي النبي قالها، يقول لك ده يوم كألف سنة، تقعد توزن بعالك. طب ولما أنا هجوع في اليوم ده، ولو جعت أنا هموت، ما هو مفيش موت، هتجوع بس لكن مفيش موت، تعطش بس. مش انت يعني الكافر، يعني انت الحمد لله مؤمن. لما نتكلم الحاجات المآسي دي كلها تنطبق على الكافر، هو اللي يجوع ويعطش ويتدهول على عينه وما لناش دعوه بيه، ربنا يبعدنا عنه. ليه؟ لانه لم يتخذ مع الرسول سبيلا. لكن يتخذ مع الرسول سبيلا واقف عند الحوض بيشرب وينبسط وليه في الرحمه، واليوم عليه قصير خالص زي المسافه من عصر المغرب. يبقى يوم واحد انت تحس بيه من عصر المغرب وغيرك يحس بيه 1000 سنه، ويجي النبي يشفع يوم يخليه 500 على الكافر. يعني حتى الكافر هينتفع بالنبي، هو اصلا 1000 سنه على الكافر. كويس. يوم يجي النبي في الشفاعه العظمى عشان يبدا الحساب بينخفض 50%، يبقى 500 سنة على الكافر. طب والمؤمنين بالعصر للمغرب قاعد في الضراوة على الحوض تشرب، والنبي شربك وانت تشرب احبابك، وقاعدين مبسوطين كده رايحين رحلة خلوية مبسوطين قاعدين والنبي معانا. طالما النبي معانا عايزين ايه تاني؟ بقت معانا الجنة. ما هو النبي حيث حل بقت جنة. تعرف ان النبي لو دخل النار هيحولها جنة. طب هو سيدنا ابراهيم لما دخل النار عمل ايه؟ بقت جنة عشان النبي كان في صلبه. صح ولا لا؟ لما مش قال له بردا وسلاما على ابراهيم؟ طب ليه بردا وسلاما على ابراهيم؟ كان ممكن يموت شهيد وجميلة، يعني حاجة حلوة. اما يموت شهيد يعني مش دي حاجة جميلة نتمناها كلنا؟ طب ليه ربنا حفظه وحول له النار برد وسلام؟ عشان لسه يا سيدي ما خرجش من صلبه إيه اسماعيل لسه، عشان ايه؟ يظهر النبي في الاخر. فطالما النبي لسه في صلبه
يبقى يتحط في النار تبقى جنة. فالنبي حيثما حل هي الجنة. قالت حجريه حي جنتنا والنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده ربنا بيقول لنا في سورة يونس اللي قراها لنا النهارده حسن بقراءة الدوري عن ابي عمرو، سورة يونس قال ايه؟ وبشر الذين امنوا ان لهم ايه؟ قدم صدق عند ربهم. مين القدم صدق؟ النبي. يعني ربنا بيطمننا بيقول ابشروا انتوا ليكوا قدم صدق عندي، ما تقلقوش يا مؤمنين. كل الاخبار الوحشه اللي في القران دي ده انا بوصف حاله المجرمين التانيين، لكن انتوا حلوين، انتوا ليكوا النبي بتاعكم هيشفع فيكم وهتبقوا حاجه في الجنه. بشر الذين امنوا ان لهم ايه؟ قدم صدق عند ربهم. ما يا بختنا بالنبي صح. الجماعة السلفية لما تقول يا بختنا بالنبي يزعم، يقول لك وفين عملك؟ هو عايز يقابل ربنا بعمله، معتمد على عمله، حافظ القرآن لحية قد كده وحاطط السواك يخبط في ودنه طويل كده واخد بالك، والجلابية مصرها تحت الركبة وحاجة جميلة، هو فاهم إنه هيدخل الجنة كده بجلابيته القصيرة دي بس وخلاص. يا ابني احنا هندخل الجنة برحمة ربنا، ومين رحمة ربنا؟ النبي. يبقى هندخل الجنة بالنبي، مش لن لا يدخل احد الجنة الا ان يتغمد الله برحمته. مين اللي هيتغمده برحمته؟ ايه فين رحمته؟ هو النبي. يبقى النبي هيروح متغمد العالم دي كلها واخد بالك، ويروح واخدهم ودخلهم الجنة. دي الحقيقة. يزعلوا قوي يقول لك كده هتعبد النبي. لا يا سيدي مش هعبد النبي، ده رسول الله، عبد الله ورسوله، مش هعبده ما تخافش. خايف عليا قوي مش هعبده يا سيدي. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ان يعبد من دون الله، لان لو عبد من دون الله يحتاج نبي جديد. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا ان يعبد بعدي واستجيبت دعوته. الان على ايه؟ خايف من ايه بقى يا مجرم؟ من اوهام. تيجي توقر النبي، تيجي تبالغ في حب النبي يزعل ينقبض. لكن تيجي تتكلم في الاستنجاء والدخول للخلاء يا سلام فقه كويس. عايز يكلمنا طول النهار في النجاسه. طب ما النجاسه خلاص بس عرفناه في 10 دقائق، عايزين بقى نعيش مع النبي بقى نستمتع في الطهاره. لا يقول لك لا علم الناس الاستنجاء. طيب يا سيدي شفيته يعني شوف ينقلك من حلاوه الكلام على النبي الى حاجه ريحتها وحشه. والله حصل لي، انا بحكي لك حاجات وقائع. انا كنت بشرح الناس شمال محمديه الامام الترمذي في مسجد من مساجد، وبنتكلم على وصف النبي ولون بشرته وشعره ايه ومشيته ايه وجميل ايه، وزود الناس كلها قاعده مبسوطه في الشارع. بصيت لقيت واحد منهم قاعد، يا فضيله الشيخ هذا الكلام لا ينبني عليه عمل، علم الناس طرق الاستنجاء حتى تصلح طهارتهم وتصح صلاتهم. قلت له جزاك الله خير، ان شاء الله طرق الاستنجاء بنشرحها للناس في درس الفقه في قايتباي. عايز تدخل دوره الميه تعالى هناك في قايتباي. هنا بقى بنكلم الناس على النبي واخد بالك. ثم انصرف ولم ياتي لقايتباي ولا هنا ولا هنا، بس هم على النكد يعني حتى ما جاش درس الاستنجاء. قالوا له على النكد، مش بقول لك حاجات بتخيلها، لا احنا عشناها وشفناها. بدول عالم نكد، ابعد عنهم. يسمعوا سيره النبي يتنكدوا، ما اعرفش ايه اللي بينهم وبين النبي. تيجي تصلي على النبي بكتاب دلائل الخيرات، احزن دلائل الخيرات. تصلي على النبي 100 مره يقول لك اشمعنى 100 مره؟ نقول له طب نخليهم 10، طب اشمعنى 10؟ طب نخليهم مره واحده عن اذنك يعني. يقول لك اشمعنى مره؟ طب بقول لك ايه؟ مرة. طب انا هعملها بعد كل صلاة، اشمعنى بعد كل صلاة؟ طب هعملها قبل كل صلاة، لا اشمعنى بعد كل صلاة؟ وفي الآخر تنتهي انك مش هتصلي على النبي لو مشيت على طريقه ولا هتذكر الله. دي طريقتهم والله. والله مش بقولها لك بطريقة فكاهية، دي طريقتهم فعلا. الناس تقعد تذكر، يقولوا بتذكر ليه؟ بتقول ايه؟ سمعني. واشمعنى الورد ده بالذات؟ واشمعنى العدد ده بالذات؟ وبلاش السبحه دي شيلها من الميزان. حاجه غريبه، لا هي حتى ما يوصل الانسان من الذكر الى الغفل. هي دي طريقته.
يحذرهم لأنهم محرومين. وكل ما جاء من أمر الساعة فإنه أمر لا تساوي العقول. يبقى ما فيش حاجة اسمها إيه قاسها بالعقل، إيه يوم 500 سنة وإيه يوم مش عارف إيه ونقف ده الوقفين والتاني، والرسول يقول لك يلجمه العرق ويغرق. طب العرق ده مش هيسيح كده يوم يدخل تحت رجلين الناس اللي حواليا؟ لا، أصل العرق بتاعك مش هيسيح، ربنا مش هيخلي العرق ليه الاستطراق يوم اليوم، هيبقى كل واحد عرقه في مرقه، عرقوا على قده كده ينزل بما ناس عرقوا يوصل للركب وناس يوصل لحد أنصاف الأفخاذ، تاني حد سرته تاني حد الأب والتاني يغطس في عرق. طب هو ما يغطس كده هيتخنق هيموت. يا سيدي ده يوم ما فيهوش موت، انت مالك هي كده يعني؟ ما تعملش فيه عقلك، فهمت ازاي؟ انسبها زي ما النبي وصفها كده، لان ده يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قوانين جديده، قوانين جديده ونظام جديد مالكش دعوه بيه، ما تعملش فيه عقلك، تسمع الصادق الامين اللي بيخبرك. طب ما انت في الجنه قال لك هتاكل وتشرب وما فيش تواليتات ولا دورات ميه ولا مصلحه مجاري، حاجه غير هي الجنه كده يا سيدي، تاكل وتشرب مهما كنت وشرب لا يجي لك مغص ولا تحتاج ايه تدخل الحمام، ومش هتكبر، تفضل كده 33 سنه على طول على طول على طول كده يا عم الشيخ. اه والله يا عم الشيخ على طول كده ابد الابدين سنه 33 عم. طب ان الواحد مات عنده 16 سنه، اه ربنا يخليه في الجنه عنده 33. طب يعني يفرض عنده 80 سنه، يا ابني قلنا لك كله هيبقى 33 لان دي سمعيات، دي سمعيات ما نقعدش نعمل فيها عقلنا، حرام ما يصحش. النبي قال وهو الصادق الامين، قال لنا حاجه احنا ما شفناهاش نصدق، لان احنا مصدقينه في كل حاجه. بعض الناس المفكرين يقعد لك الحاجات دي بتقولوا عذاب قبر، اساطير الاولين ينكروا عذاب القبر. طب ما احنا حطينا جهاز تسجيل في القبر ما سجلش عذاب القبر، تقول لك ليه؟ جهاز التسجيل بتاعك ده بيسجل اصوات باطوال موجيه معينه بميجا هرتز معين من 8 ل 16. طب افرض بقى العذاب ده كان الموجات بتاعته اقل من 8 او فوق ال 16، الجهاز بتاعك ده ما يعرفش يسجل. انت بتسمع من الصوت مساحه ضيقه عن الصوت، في حاجه اسمها موجات فوق صوتيه يعني لا تدركها الاذن. طب ما انت الدم اللي بيجري في شرايينك ده صوته عامل زي هدير الموج البحر. هدير ما بتسمعوش ليه؟ لان هذا الهدير بموجات لا تسمعها. ربنا عملها كده والا كنت هتدوش من نفسك، مش عارف تستريح من نفسك وتنام. طول النهار سامع صوت شلالات. مش هتعرف يوم ربنا يحجب عنك الحاجه تقوم ايه تبقى حاضر مع الله. تجيب بقى جهاز كده موجات فوق صوتيه يعني يدرك الاصوات دي وتحطه على القلب، تسمع اصوات عجيبه تترعب. ايه ده؟ كانت ايه ده؟ جواك. واخد بالك؟ ما شفتش انت هما بيكشفوا على الست والجنين؟ انا نايمه وصاحيه وماشيه الدنيا اخر هدومها مش مشاكل. تخش عند دكتور الناس يحط البتاع دي تلاقي دوشه. رايت كل الدوشه دي فيك، طب انت مش سامع؟ لانها موجات لا تدركها الاذن. فممكن يبقى سؤال القبر بموجات لا يدركها الاذن، ويمكن عذاب القبر بموجات ضوئيه لا تدركها العين. فقلت يقول لك بس احنا ما شفناش يا ابني. هو النبي مش قال والنبي ده صادق امين وربنا اطلعه على الغيوب كلها؟ طب هو انت لو جبت واحد تقول له على فكره ده في واحد ما بياكلش من بقه، ده بياكل من صغرته. لا شيخ، طب ما هو الجنين بياكل من صغرته عندهم. طب وقبل ما يبقى في حبل للمشيمه بياكل منين؟ بياكل من كل جسم، يتشرب كده الغذاء بتاعه من كل جسم. وبعد شويه طب بيتنفس ازاي؟ سمك بياخد الاكسجين من وسط الغذاء، يعني الاكسجين الزائد في الدم ده هو ده اللي بيتنفسه كانه سمك. وفي لحظه اول ما يتولد يتقفل الحبل السري يتنفس الهواء الطبيعي. مش دي كلها ايات ومعجزات وعوالم مختلفه انت مدركها؟
كذلك الآخرة عالم آخر له قوانين أخرى مختلفة تماما أنت لا تدركها الآن، لكن سلم للأنبياء اللي أخبرونا، تسلم لهم. عشان كده عقائد المسلمين تنقسم إلى أولويات ونبوات وسمعيات. الأمور السمعية اللي أخبر دي قالوا لنا في عذاب قبر، في سؤال قبر حار يا رسول الله، طب كيف ننجو منه يا رسول الله؟ يقول لك اعمل كذا وكذا تنجو منه وهكذا. إنما مش نقول إيه، لا مش معقول، احلف زي ما بني إسرائيل عمل في البعض، أتتخذون هزوة؟ ده كلام يتقال الأنبياء ده يا مجرمين، هو سيدنا موسى جاي يهزر معاكم؟ كل ما أصبحوا بقر يقولوا أنت بتهزر معنا، أتتخذون هزوة؟ ده وقت هزار؟ إيه ده قاعد معاك على القهوة ده؟ ده نبي يقول عزمي يا مجرم، تتعلم إزاي تتكلم الأنبياء؟ أم ربنا عاقبهم؟ لو جابوا أي بقرة كانت مشيت، لا فضل يضيق عليهم يضيق عليهم لحد ما جابوها ملء جلدها ذهب عشان يذبحوا. فما تعملش زي بني إسرائيل والبقر تقول لا مش معقول. يا ابن النبي قال، يقول لك لا أتتخذون هزوا؟ مش بيقولوا كده؟ ويقعدوا الصحفيين يقول لك صليت الجمعة بالأمس والخطيب قاعد يكلم الناس في عذاب القبر، هتبطلوا تخاريف امتى؟ اين وزارة الاوقاف تتدخل لوقف هذه المهازل؟ مش بيكتبوا كده الصحفيين المجرمين اللي مش فاهمين لا دين ولا دنيا ولا قرأوا حاجة؟ قريت ايه يا صاحبي؟ يقول لك لا كل روايات شكسبير قريتها يا ولد. يعني ايه دي العلم بقى في روايات شكسبير؟ لا لا قريت برضو عن الدين كويس، الصفحة الدينية في مجلة ميكي وانا طفل ما كانتش تفوت. اه ما شاء الله، كنت شكيت مجلة سمير عشان تزود المعلومات شوية، والسندباد البحر عشان برضو تزود معلومات، يبقى عندك مراجع لعالم. يعني حاجة تخلي الواحد يعني يعمل ايه؟ احسن نقوم نصلي والله، عشان الواحد في الصلاة بيقول الله اكبر بينسى الهموم دي. والله الواحد بيهرب في المحراب من هذه الهموم. في أن كل ما جاء من أمر الساعة فإنه أمر لا تسعه العقول، وطلب الكيفية فيه ضعف في الإيمان، وإنما يجب الجزم بالتصديق كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن قدرة القادر لا يعجزها ممكن، لأن كل ده ممكن، والله على كل شيء قدير. تقول لك بس مش للدرجات قدير، مش للدرجات يا مجرم، ربنا على كل شيء قدير. يبقى في نهر كده لبن وماشي من غير حواف، لأ نار الجنة من غير حواف على كده، تلاقي النهر كده مية ماشي عذب جميل، وتاني نهر لبن داخل فيه من غير ما يختلطوا ببعض، ونهر خمرة تاني داخل في الوسط، ونهر كله داخلين في بعض من غير ما يختلطوا. أنهار من عسل مصفى. ولك يا أخي أنت بتجيب الكلام ده منين بس؟ سبحان الله عليك يا أخي، ليه ما قريتهاش في شكسبير ولا قريتها في مجلة السندباد البحر؟ طب خد السندباد الإبلي يمكن تلاقي حاجات غريبة الشكل، عالم غريبة الشكل، مسكين الإعلام في بلادنا عقليات، الجزمة أنضف منه والله، دي حقيقة، الجزمة أنضف منه. وفي نفس الوقت مبدع، مبدع إيه؟ مبدع إبليسي، مبدع في الشر، قال الحكاية دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. درس النهارده كله بستغفر، ما اعرفش ليه لقيتكم قدامي حقكم عليا، ما تزعلوش. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.